انا من حبي في الفن والمزيكا لما ببقى في مكان فيه ادوات موسيقيه وسماعات وميكسرات وبتاع، انا ببقى في منتهى السعاده، انا حاسس ان انا في بيتي. يعني انا في مكان اسمه اوديو ايه؟ اوديو بيانو ستور. اوديو بيانو ستور، احنا في شارع جسر السويس. مكان اولا مكتظ بالادوات والالات الموسيقيه مبدئيا عندك مثلا الاعواد باشكالها وانواعها، الجيتارات باشكالها وانواعها، الاورجات باشكالها وانواعها، عندك الميكروفونات والسماعات والتشيلوهات الاكورديونات، الكابلات بتاعه التوصيلات الاكس الرات بقى والبنانات وكل انواع الدرامزات، اذا كان الالكتريك درام ماشين او الالات الايقاعيه من اولها لاخرها، الباركشنات والقانون كل يعني ما شاء الله ما فيش، مش سايب البيانو، مش لاقي حاجه ممكن تكون، تعالى جوه، مش لاقي حاجه ممكن تكون في المجال ده ومش موجوده. كروت الصوت بكل اشكالها، الميكروفونات بكل اشكالها، الهيدفونات، اجهزه الدرام ماشين، الجهاز اللي هو الجديد اللي انا اصلا مش عارف اسمه ايه ده، في صيانه طبعا، هنا احنا بنبيع مستعمل وبنبيع جديد، في صيانه لاي حاجه انتوا في المجال ده حابين تعملوا لها صيانه، فعلا لكل موسيقي، لكل عازف، لكل مطرب، هنا مكانك. احنا فين؟ احنا في اوديو بيانو ستور. احنا في جسر السويس، انت ليكوا فرع تاني صح؟ لينا اربع فروع بس ده اللي انا جيته. يعني ما شاء الله المكان فيه كل حاجه ممكن يعوزها الفنان، فتعالوا هتتبسطوا. ميرسي، شرفتني.